يعتقد العديد من الأشخاص أن العالم لا نهاية له، وهذا من الاعتقادات الخاطئة، فيوم الحساب قريب ويمكن وقوعه في أي لحظة. السلام عليكم متابعينا الكرام، سنعرض لكم اليوم بعض علامات آخر الزمان التي تقع قبل قدوم يوم الحساب. ولكن قبل أن نبدأ لنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. علامات آخر الزمان: انتشار الجهل، قلة العلم وخاصة العلم الشرعي، وانتشار الجهل في كل مكان من علامات آخر الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقد انتشر هذا الأمر وظهر بشكل كبير، وقل عدد العلماء كثرة الفتن. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا كسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير بني آدم. تقارب الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكسر الهرج، فلا تكون هناك بركة في الوقت ويذهب دون نفع أو فائدة، فتنقضي الأيام بسرعة كبيرة دون الشعور بها بسبب الانشغال بالفتن والشدائد، وخاصة مع انتشار التكنولوجيا بشكل واسع. كثرة الزلازل: لا يمر شهر إلا وتهتز الأرض به، ويحصل الزلازل والذي يعتبر من الكوارث الطبيعية، فيهدم العديد من البيوت ويقتل الكثير من الأشخاص ويترك الدمار خلفه. البخل أو الشح: يبخل العديد من الأشخاص بكل شيء، فيبخل العالم بعلمه وتقديم الفتوى، ويبخل صاحب المال بماله، ويبخل الصانع بصناعته. Thank you.